بس خليني اتكلم يعني على مستوى تاني خالص. منظمة الصحة العالمية بتقول 10 دول خدوا 95% من جرعات لقاح كورونا. الدول دي اللي هي امريكا والصين وبريطانيا واسرائيل والامارات وايطاليا وروسيا والمانيا واسبانيا وكندا. وفي 36 يوم 28 مليون خدوا كل واحد جرعة لقاح كورونا في 46 دولة. تمام؟ لجنة الطوارئ في منظمة الصحة بتقول انها قلقانة من النسخ المتحورة من الفيروس. ليه؟ عشان بتنتشر بسرعة جدا بعد ما النسخة البريطانية من الفيروس الجديد ده انتشرت في 50 بلد. وفي نسخة ثالثة بتاعت جنوب افريقيا انتشرت في 20 بلد. وفي نسخة رابعة غالبا جاية من منطقة الامازون البرازيلية، واليابان رصدت انها وصلت لها. عالم صغير، قرية صغيرة. يعني احنا النهاردة لازم نشوف الدنيا دي بيحصل فيها الكلام ده ازاي. انا متأكد ان عندنا باحثين بيبصوا على الكلام ده وبيقولوا يا ترى يا هل ترى، لا قدر الله لو حصل ماذا نفعل وكيف نتعامل. كل ده يعني اكيد، بس محتاجين احنا كمواطنين نبقى شايفين، فنبقى عارفين ايه اللي جاي، فنبقى عارفين نتعامل ازاي.